اول مره انا كنت عملت مروحه لاخويا الصغير لما كنت ببرده الاكل بيها. ولما عملت المروحه دي كنت كل ما كنت ببرده بيها الاكل كنت عملت بعديها ايه، عملت بعديها عربيه، وبعد العربيه عملنا بعديها اباجوره، وبعد الاباجوره عملنا مكنسه عشان والمكنسه كانت لما ببري القلم كان بيقع مني، فانا عملت المكنسه عشان يلم بيها هرد بتاع القلم لما يتبرد. اما الاباجوره كنت بخاف بالليل وانا نايم فعملتها. ماما دايما المشروع ما فشلش، لو حاجه فشلت المشروع فشل، هو ما كانش نافع اشتغل عشان كان فيه غلطه، بس هو هيشتغل. وعملت بحثين، بحث عن التلوث البلاستيكي وبحث عن الهوائيات السطحيه والطاقه الشمسيه. البروجكت ما ينفعش ينجح او ديزاين او البحث في غلطه ويتعدل او حاجه من دي. انت الايسر شاركت في السنه اللي فاتت بتلوث بلاستيكي، والسنه دي شاركت فيه بعمل هوايات سطحيه تعمل بالطاقه الشمسيه. اشتركت في مسابقه فلوس ليجو ليج سنتين، السنه اللي في 2020 و2019. العربي انا لاحظت موهبته من هو عنده يعني في السنين الاولى، في السنتين الثلاثه الاولانيين كان بيتصرف غير اي طفل، كما واضح ان هو ذكائه غير عادي، ودايما مفرداته اللغويه كانت اكبر من سنه. كان بيحب كل حاجه يمسكها بايده ويتعرف عليها، يفك العابه ويركبها بشكل الاطفال اللي بسنه ما يعملوهاش. بدات اهتم بيه وديناه تنميه مهارات، قعدت معاها حوالي سنتين، دول كانوا اللي قبل سن الحضانه. بعدها دخل الحضانه، كان ما شاء الله قدراته غير عاديه. برضو جاب من على النت وهو في اولى ابتدائي، جاب من على النت طريقه عمل المكنسه محموله ونفذها وفعلا اشتغلت، واشترك بيها في معرض هنا في مكتبه مصر العامه وحضرته السيد المحافظ وكرمته واخد شهاده تقدير. بدات اوجهه لدراسه الروبوت، دخل بدا قعد حوالي سنتين بيدرس الروبوت الليجو. الحمد لله اشترك في مسابقتين، مسابقه في مكتبه الاسكندريه ومسابقه في الجامعه الامريكيه. الحمد لله ربنا اكرمه، وكان دايما كنت حاسه ان هو طفل مميز بيقدر يعطي اكتر من كده، لكن كل ده كان تدريبه في البيت بيعتمد علينا احنا. كان صحيح المدرسه بتهتم بتكرمه، لكن بحكم السن مفيش حاجه متاحه ان احنا نعملها للسن ده. انا نفسي ان الاقي رعاه رسميين للموهوبين علميا فنيا، زي ما بنلاقي موهوبين لاعبي الكره وغيره، انا نفسي الاقي لهم راعي رسمي. الاولاد دول مش محتاج بس مجرد اهتمام، ده محتاج كورسات كتير وتدريبات كتير. الطفل الموهوب محتاج ان هو يتعامل مع اخصائي نفسي، لان ليه سمات نفسيه غير الاطفال العاديين. محتاج ان هو ياخد كورسات علميه، محتاج ان هو ياخد كورسات رياضيه. لازم يكون الطفل ده متوجه صح في كل المجالات عشان نقدر نحصل على عالم شخصيته سويه نافعه لبلده.